يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. في يوم تاريخي ومهم جدا في تاريخ قناة نادينا الحبيب، قناة النادي الأهلي. في الحقيقة كلنا غاية في السعادة، كلنا غاية في الفرحة في هذه اللحظات بعد الشكل الرائع اللي احنا شايفينه، سواء من حيث التقنية اللي بتتعرض بها قناة النادي الأهلي، او من حيث كمان الديكورات اللي حضراتكم شايفينها. في البداية انتوا وحشتونا جدا 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 ومفتقدينكم على مدار 3 شهور فاتوا، واكيد حضراتكم كمان مفتقدين قناة النادي الأهلي على مدار ال3 شهور دول. لكن دايما كل تأخيرة بيبقى ليها سبب، السبب واضح جدا لحضراتكم من خلال الصورة ومن خلال الديكور اللي حضراتكم شايفينه، وكمان هيكون من خلال البرامج العديدة اللي هتكون مميزة ومهمة جدا. لكن دلوقتي احنا رجعنا عشان نكمل رسالتنا اللي ابتديناها في قناة النادي الأهلي، ورسالة اللي بتكمن في كيفية إيصال المعلومة للمشاهد بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب والرقي اللي دايما اتعودتوا بيه من خلال قناة النادي الأهلي. هو خط احنا ماشيين عليه، عمرنا ما هنخرج عنه، وهنفضل مستمرين عليه من خلال شاشة قناة نادينا الحبيب النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية نقدم حاجة مهمة جدا، وتكون يعني تحذو كل التقدير عند جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله تحذو رضا جمهور النادي الأهلي. يا محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا أمير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقاع الدنيا. جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي متواجدة في كل مكان بتتابع شاشة قناة ناديها في أي وقت وفي أي لحظة. على المستوى الشخصي فخور إن من ضمن هذه المنظومة الكبيرة 12 سنة، 6 أغسطس القادم هتكون قناة الأهلي مر على انطلاقها وإنشائها 12 سنة. فخور إن أحد جنود وفريق العمل في هذه القناة منذ بدايتها حتى هذه اللحظة 12 سنة. الواحد فخور إنه في البيت الكبير لكل الأهلوية، البيت الكبير لكل جموع الشعب المصري في كل مكان. بنفتخر بهذا النادي الكبير، نادي القرن الإفريقي اللي بيحظى بمتابعة وشعبية عربية ودولية وعالمية على أعلى مستوى. بالتأكيد راجع لكم بعد فترة، كنت وحشنا جداً إن احنا بنحاول نقدم رسالة إعلامية هادفة في النهاية لخدمة المنتخبات الوطنية وخدمة النادي الأهلي وجمهور العظيم في كل مكان. لكن مع العودة معاكم بإضافة مختلفة، فكرة جديدة وبرنامج جديد، بالتأكيد في العصر اللي احنا عايشينه وهو عصر السوشيال ميديا. أمير أكيد يا محمد، برنامج مهم جدا إن شاء الله هنقدمه لحضراتكم على مدار الأيام والفترة القادمة، والبرنامج تحت عنوان أو باسم الترند. الترند بالنسبة لنا يعني ممكن البعض ياخد الكلمة في طريق السوشيال ميديا فقط، لكن احنا دايما عارفين ان الكلام ما بيخلصش عن النادي الاهلي، فبالتالي هو دايما الترند. احنا هنتناول كل الاخبار اللي بتتكتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا، اخبار مش شرط تكون من مواقع او من خلال صفحات جرايد او حاجة، الاخبار هتكون منكم انتوا اكيد بتتكلموا عن النادي الاهلي كتير، في تساؤلات بتسألوها، في استفسارات بتبقوا حابين الرد عليها. احنا ان شاء الله خلال البرنامج ده هنرد على كل الاستفسارات اللي عند حضراتكم. الهدف الاساسي من البرنامج يا محمد هو التواصل بالزبط مع جمهور النادي الاهلي بالزبط. ده الهدف الاساسي من فكره البرنامج يا محمد. دايما النادي الاهلي هو الترند. بالمناسبه النادي الاهلي في اي معلومه، في اي خبر، في اي صوره، في اي رساله هو الترند. الترند بالنسبه لنا مش ان احنا هنقول على السوشيال ميديا فقط، لا، ده احنا هنقول معلومه تكون هي الترند عبر السوشيال ميديا، وبرنامج في اطار ورسالة مختلفة هنحاول نقدمها الفترة الجاية، لأن السوشيال ميديا أصبحت الفترة الأخيرة بالتأكيد لها دور كبير جدا في الرسالة الإعلامية. نقطة كمان مهمة جدا، مع الافتتاح النهاردة والانطلاقة وعودة البث لشاشة قناة النادي الأهلي، النهاردة قناة النادي الأهلي كانت هي ترند عبر السوشيال ميديا. لو بنتكلم ترند الأول والتاني والتالت، الأهلي يجمعنا، عودة قناة الأهلي وجمهور الأهلي وراك يا ريس. شوفوا حجم التفاعل لمجرد اسم النادي الأهلي موجود على السوشيال ميديا. ترند رقم واحد الأهلي يجمعنا، عودة قناة الأهلي وجمهور الأهلي وراك يا ريس. بالمناسبة هي رسالة وطنية، لأن النادي الأهلي هو قلعة الوطنية. النادي الأهلي منذ إنشاؤه عام 1907 قلعة الوطنية، وجمهور دايما في ظهر البلد بشكل عام وفي ظهر الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل خاص. ترند هيكون رسالة مختلفة. أنا عارف جمهور النادي الأهلي دايماً
من أعظم وأكبر التفاعل اللي موجود عبر السوشيال ميديا. لذلك برنامج الترند هيكون مخصص في المقام الأول لجماهير النادي الأهلي. أكيد ده شيء مؤكد. إحنا دايماً هدفنا التواصل مع جمهور النادي الأهلي. التواصل بس مش هيكون من خلال السوشيال ميديا، لا، كمان أي رسالة حضراتكم حابين تقولها لنا من خلال فيديو أو حتى رسالة مكتوبة أو تويتر على تويتر أو أي وسيلة على صفحات التواصل الاجتماعي هنعرضها لحضراتكم، سواء فيديو أو أي حاجة زي ما قلتلكم، وهنتواصل ونرد على كل استفساراتكم. والبرنامج ده معمول ليكوا انتوا، والهدف الاساسي دايما هو ان احنا نكون في ظهر نادينا النادي الاهلي، واللي هنفضل دايما في ظهره. واللي في الحقيقه وانا بختم لازم، وقبل ما اروح لزميلي العزيز محمد السعيد، لازم اقول ان الواحد مبسوط جدا النهارده وفخور جدا بالمظهر اللي احنا شايفينه، والواحد سعيد انه جزء من هذا الكيان العظيم، كيان النادي الاهلي. يا محمد، دايما السوشيال ميديا بيبقى فيها احاديث كثيره، لكن المعلومه الموثقه محلية وإفريقية وعربية ودولية هتكون من خلال برنامج الترند، من خلال التفاعل عبر السوشيال ميديا. وإحنا بنختم وقبل ما نخرج فاصل، لازم السلوجان بتاعنا الفترة الجاية قبل البطولة الإفريقية: الأميرة السمراء في انتظار الملك المتوج على عرش القارة الإفريقية. فاصل بإذن الله، وتواصلوا بالتأكيد مع باقي فقرات هذا اليوم، وعودة من جديد على شاشة قناة النادي الأهلي.